الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على حبيبه المصطفى. أيها الإخوة الأكارم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم، وكل عام وأنتم بخير. شهر رمضان فرصة للتغيير والتفكير، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الكتاب الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرد، فلا تفنى عجائبه ولا تنتهي غرائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنتهي آياته ودلالاته. أنزله الله تبارك وتعالى ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كيف نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى في خماسية جعلتها نجوما يهتدى بها وقواعد يرسى عليها؟ أما النجمة الأولى في سماء التفكر والتدبر فهو تعظيم الله تبارك وتعالى، فإن تعظيم كلامه من تعظيمه تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وأما النجمة الثانية فهي حضور القلب وإلقاء السمع وإمعان النظر وإعمال العقل في كتاب الله تبارك وتعالى. فالتدبر عبادة قولية وفعلية غفل عنها كثير من الناس. وأما النجمة الثالثة فهي التأثر بكلام الله تبارك وتعالى، فهو صنو التفكر والتدبر. لقد تأثرت الجمادات، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتأثر الكفار فقالوا: إن هذا إلا سحر يؤثر. وأما النجمة الرابعة فإنه مما يعين على فهم كلام الله تبارك وتعالى وإيضاح مراده أن يتخذ الإنسان المسلم كتابا في تفسير آيات الله تبارك وتعالى، كتفسير الإمام السعدي وتفسير ابن كثير ومختصر التفسير. وأما النجمة الخامسة والأخيرة فهي العمل بالقرآن الكريم، بحيث يكون ترجمة عملية لواقع الإنسان وسلوكه، فهو أرسخ أثرا وأوثق عرا. إن مرحلة التفكير تبدأ بالتوضيح والتفسير فالتقرير فالتخطيط فالتنفيذ. لذلك كان العمل بالقرآن الكريم هو غاية الصحابة والسلف الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتفكرين في آياته العاملين بأحكامه، وأن يجعله شهر خير وبركة للأمة جمعاء.